مروة ودعاء أختان حرمتا من نعمة البصر، إلا أنهما لم تحاول التغلب على مصاعب فقدان البصر فحسب، بل أقدمتا على مساعدة المكفوفين من خلال مبادرة تساعد على التواصل مع عالم الكتب والمعرفة. في الكتب الدراسية عندنا مفيش مساواة بين المبصر والكفيف، عشان كده احنا بدأنا نعمل مبادرة خطوة التحدي عشان نعمل المساواة، يعني المبصر يقرأ في كتابه والكفيف يقدر يقرأ من خلال الورد أو البرايل أو تسجيل الصوت. هدف المبادرة دي إن احنا نحول الكتب الورقية إلى وورد وبرايل ونسجلها لهم صوت بحيث إن هم يستفادوا منها. واتصل بأبي الحسن عبيد الله وأهدى له كتابه أدب الكاتب. من أجل مضاعفة الفائدة تحاولان أن تجعلا من جهاز الهاتف وسيلة فاعلة للمكفوفين، تحول التعلم وتلقي المعارف أمرا ميسورا عليهم في كل الأحوال. فكرنا أن احنا خلاص لازم نعمل عمل أبليكيشن موبايل علشان نجمع فيه كل الكتب الدراسية أو الثقافية المتنوعة للمكفوفين، فقررنا ان احنا خلاص نجمعها كلها في ابلكيشن موبايل علشان تكون سهل علينا ان احنا نوصلها في اقرب وقت وبسهوله جدا. حصلت دعاء ومروى على العديد من الدورات التدريبيه في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى يتسنى لهما تحقيق ما بداتا في رحله استغلال التكنولوجيا لفتح افاق جديده امام المكفوفين. ذلك هو بيت القصيد إذن، البصيره للبصر. ياسين النجار لليوم على الحرة، القاهرة.